طبعا هنا ليه منطقة الجيم دي منطقة مهمة جدا. طبعا احنا بنقول مسميات بناء على المخطط المعتمد. لو نلاحظ هنا مركبين جريلات 60x60، دي جريلات السبلاي. طبعا احنا قلنا لو هنركب جريلات كلها 60x60 هيكون المنطقة يمكن هناخد السقف كله لصالحنا، فركبنا هنا جريلات السبلاي الخاص بالمشروع، وركبنا هنا جريلتين ريتيرن طول الجريلا تقريبا 5 متر، وبالتالي يبقى احنا ضربنا عصفورين بحجر، حافظنا على المنظر الجمالي بشكل كبير جدا، ووزعنا الهواء ككفاءة تبريدية.